يوم تشاهد معي من أمس الثلاثة كده بروجة الأسهم يعني إيه هذا المعين ده؟ السؤال بتاع اللون نفس ما يجيلكش اللون نفس السؤال يجي صدق كده أصبايريشن ليمونيا أصبايريشن ليمونيا إجابتها هو اللون نفس ما عدا السكر بيكوس يعني تكتب لونج ابس ما عدا ايه؟ ما عدا ايه انا؟ امال ايه؟ ما عدا الزيت السكر بيكوس هتكتب لونج ابس ما عدا السكر بيكوس ده كيف؟ ده انا جاي لابس الفانيلا بتصاب الموضوع ده طالع الدنيا برد جدا هنا يا شباب هنكتب انا عايز الدنيا حراره انت مبسوطه من المروحه بقى هو مش مفتوح هي دي اللي هتفرق معانا خلاص انتوا عيال سايكوتك وهنعيش مع بعض قولوا لهم يفتحوه طيب انا هعمل ايه يعني اشرب صباعي يشتغل لو انها بالجو حار على الاقل مش زي ربعك الجو هنا طراوه شويه وريحه نظيفه نعم مش عاجبني ان شاء الله عنه ما عجب قلت لك النيل اهو وفي البحر الابيض والبحر الاحمر ولو ما كفاكيش اكتب جيب لك تذكره تطلع على الخيط الهندي تشربوا زي ما انتوا عايزين انت مالك انت انا بتكلم معاه انت ايه دخلك اصلا شيء غريب جدا طلعوا الجوال الحجر الاسود اخبروا علينا يا نهار اسود ايه انت مالك بدل ما اغسل الايد الثانيه خليكي ماشيه بالجوز دلوقتي بدل ما خليكي ماشيه بالاثنين خلاص سيبنا الهباب ده سيبنا يموت ده انا جاي اغف انا مش جاي اديك اساسا ده انا هدفي ان انا اسم البدن فاضل لك كلمة وطردك بره هي كلمة لا مالكش دعم اغسل بالله هي كلمة واحدة واحتضك بره بس ولا يما كمان بنتك كلم زي ما انت عايز بره بدل ما هتعمل اللي احنا اتفقنا عليه دلوقتي هنصور دلوقتي جبت كاميرا اللي هي الديجيتال 50 صورة في الثانية معاه مجبي يلا الثاني لونج ابسس لونج ابسس يجي لك سؤال اسمه اسبيريشن نيمونيا ما عدا السكند كوزس هتكتب كله ما عدا ايه السكند كوزس ماشي ماشي الحاجة الثانية السابيوتر سيندروم الثاني اسمه برونكيكتسيس السابيوتر سيندروم الثاني برونكيكتسيس وده مثلا خلال الخمس سنين اللي فاتوا جاء ثلاث مرات clinical picture investigation and treatment of برونكيكتسيس
خلال 5 سنين فات 3 مرات. مفهوم؟ البوركيكتس is by definition it's permanent dilatation of medium sized bronchi. It's a permanent dilatation of medium sized bronchi. Etiology. Etiology بتاع البونكيكتس بيتقسم لكونجينيتال واكواير، مش برايمري سكند زي ما احنا متعودين. كونجينيتال وايه؟ واكواير. هنبتدي بصوا لي هنا. البونكيكتس هيتقسم الى كونجينيتال واكواير. هبتدي بالاكواير. الاكواير يا اما انفكشن فايبروزس يا اما برونكيال اوبستراكشن. يا اما انفكشن فايبروزس يا اما برونكيال ايه؟ اوبستراكشن. هبتدي بالانفكشن اند فايبروزس. الوول بتاع البونكاي فيه الاستيك فايبرز. الورد بتاع البونكس فيها ايه؟ الاستيك فايبرز. ليه فيها الاستيك فايبرز؟ during inspiration البونكاي بتسند. during inspiration البونكاي بتسند. ويحصل ستريتش للاستيك فايبرز. كل اللي بتعمله during inspiration انك بتسيب الاستيك عشان يحصل له وقاية. عشان كده انتوا حافظين حتى inspiration is active, expiration is passive. الانسبيريشن كل اللي انا بعمله بونكاي ديستنشن. فعملت ستريتش للاسف. في الاسبيريشن بسيب الاسف فيحصل له ايه؟ ريكويل بس ريكويل. مفهوم ولا لا؟ لو حصل انفكشن وعمل دامج للالاستيك فايبرز اللي في الوول بتاع البونكاي. عمل دامج للالاستيك فايبرز وعمل لها ريبليسمنت فايبرز تيشو. ايه اللي هيحصل؟ البونكاي هتستند. لكن ما يحصلهاش ايه؟ ريكويل لان الفايبرز تيشو ممكن اعمل له ستريتش. لكن ما بيحصلوش الكويل. فلو انت عملت دامج في الوول بتاع البونكاي عملت انفكشن وعملت فايبروسس في الوول بتاع البونكس ده ممكن يعمل بونكيتس during inspiration حد السند وما يحصلش الكويل during expiration. مفهوم؟ واضح؟ ايه الانفكشن اللي يعمل فايبروسس في الوول بتاع البونكس ويعمل البونكيتس؟ تي بي واسبرجلوز. التي بي والاسبرجلوز فانكس. تي بي والاسبرجلوز هما دول الانفكشنز اللي يعملوا لك فايبروز ويعملوا لك بونكيكس. مفهوم؟ طيب الحاجه الثانيه البونكيال اوبستراكشن. البونكيال اوبستراكشن ممكن يبقى بارشال وممكن يبقى ايه؟ بتجيب هيبقى ايه؟ يا بارشل يا ايه؟ يا كومبليت. يا بارشل يا كومبليت. طيب لو بارشل اوبستراكشن ازاي يعمل؟ بونكيتس. البارشل اوبستراكشن ممكن يبقى موضوع عامل كده. يسمح للهواء يخش لكن الهواء راح يحاول يخرج هيحركها كده. يقفل. هيبقى عندنا فالف لايت ما يجلس يسمع الهواء يخش لكن ما يخرجش. لو الهواء داخل وما خرجش ده هيزود البريشر. يعمل لنا بونكيتس. مفهوم ولا لا؟ ده بارشل اوبستراكشن بيسموه فالف لايت ميكانيزم. لو اوبستراكشن بقى توتال. لو اوبستراكشن توتال ايه اللي هيحصل؟ بصوا لي بروكسيمال البريشر يبقى عالي ولا لا؟ والسكريشن زي ما هتبقى ستاجنت وده يعمل انفكشن اند باي بص فيعمل بونكيكس ده بص. طب وده ازاي؟ في حاجه بس ما هو كولاس. اه بس كولاس ازاي يعمل بونكيكس؟ بص معايا الدور يعني بريشر ولا ماينس 6 ولا لا؟ هقول لكم. طيب معاك كيس في 10 بطانه. البريشر هو 10
لو شلنا منه ثلاثة الفرش يبقى كام؟ بس انا ما شاء الله فاضي. الكيس هو الفلورا، البرتقال هي الالبيولاي. لما يحصل كولابس يعني الالبيولاي عددها يقل، البريشر في الفلورا البرتقال قال يبقى البريشر في الفلورا هيحصل له ايه؟ هيقل، هيبقى مور نيجاتيف. يعني بدل ماينس 6 يبقى ماينس 8 مثلا. طب وبعدين؟ لما البريشر يبقى نيجاتيف بيعمل ايه على الوول؟ ساكشن تراكشن بيعمل بونكيتس. يبقى كومبليت اوبستراكشن بيعمل بونكيتس بكذا طيب. اولا بيعمل ستاجنيشنز مش سهله. وده عامل انفكشن اوف فايبوس. هيزود البريشر فوق زي ما قلتوا وده يعمل بونكيتس. ديستال كولابس هيعمل ايه؟ يعني البريشر في الفلورا فيعمل تراكشن على الغول بتاع البوكس، فيعمل تراكشن على الغول اوف البوكس. واضح؟ ايه اللي يعمل بونكي اوبستراكشن؟ حاجتين في اليومن، حاجتين في الوول، حاجتين من بره. اللي في اليومن فوين بودي او سكريشن، اللي في الوول ستريكشر او بونكوجين كارسنوم، اللي بره تيومر او ليمف نود. داخلين على البونكس مفهوم؟ اوكي. طيب الكونجنتال، الكونجنتال بونكيتس سببها ايه؟ الكونجنتال بونكيتس ممكن تبقى ايزوليتد. يعني ايه ايزوليتد؟ يعني العيان ما عندوش غير جاست بونكيتس وبتبقى في لوب واحد. بتبقى في لوب واحد. واضح؟ كونجنتال. الحاجة الثانية اميونو جلوبولين ديفيشنسي. العيانين اللي عندهم congenital immunoglobulin deficiency اعتقد liable for infection بيحصل لهم infection and dyslemias infection and fibrosis. ال I ثالثة immotile cilia syndrome سمعت عنه؟ السيليا بتتحرك عشان تطرد السكريشنز. العينين دول بيبقى عندهم deficiency في بروتين اسمه داينين، ناقص بروتين اسمه داينين اللي هو مسؤول عن الموتيليتي اوف السيليا، وبالتالي السيليا فيه ما بتتحركش. السيليا ما بتتحركش في البونكايدا يعمل ستاجنيشن اوف السكريشنز ويعمل سكري بكتيريال انفكشن. ده في البونكاي ويعمل لك بونكيتس. ستاجنيشن في الساينسز يعمل ساينسايتس. ستاجنيشن في الفالوبيان تيوبس يعمل انفيرتيلتي. ستاجنيشن اوف ذا سبيرم يعمل انفيرتيلتي. فبالتالي الموتايل سيليا سندروم مش بس بونكيتس، لان السيليا مش بس في البونكاي، هي موجوده في الساينس، فيحصل ساينسايتس ويحصل كمان انفيرتيلتي لان السيليا هي بتحرك الاوفر. لو العيان عنده الموتايل سيليا سندروم زائد ديكستوكارديا بيسموها كارتاجنا، كارتاجنا سندروم، بيبقى عندهم ديكستوكارديا او سايتس انفيرسس توتالس. يعني ايه سايتس انفيرسس توتالس؟ كل حاجه معكوسه، يعني السبين بدل ما هو شمال يبقى يمين، الصامت بدل ما هي شمال تبقى يمين، والليفر بدل ما هو يمين شمال، جدني. لا مش حلو على فكره، ينفع. لان الجدني اليمين اقوى من الشمال بسبب الليفر. في العاده هتبقى شمال هي الاقوى. انتوا عارفين كلينيكال ان الكدني اليمين افضل، اكشولي هنا هتبقى الكدني الشمال هي الافضل. فالكدني ممكن تفقس ان العام عنده سايتس انفيرسس توتالس. مين قال ان هي عشان بايلاترال ما بتفقسهاش؟ مفهوم ولا لا؟ طيب الحاجه الثانيه بقى ده بالنسبه لي الاتيولوجي يا كونجنتال يا اكوايرد. عايزين نتكلم على الباثولوجي. البونكيتس is a bilateral basal disease. It's a
by natural main services. لكن في exceptions. يعني ينفع البونكيتس يبقى يوني لاترال فوين بودي isolated bronchitis bronchial obstruction لأي سبب صح؟ مفهوم لا؟ فلو انت السبب bronchial obstruction ممكن يبقى يوني لاترال تحب عينة يوني ولا باي لاترال؟ باي لأن يوني لاترال من ضمن احتمالاته برونكوجينيك كارسينوما البايلاتر is better than unilater عمر عيان ما حيجيله بمكوشين الكارسينوما بايلاتر لا يبقى ابني كلبي يعني ما توقفش جنبه أصلا الطيارة حتنزل تشيله وتطلع ده نحس ما فيش حد في الدنيا بيجيله بمكوشين الكارسينوما على ناحيتين لكن غالبا لو عندك بونكيكس على ناحيتين بدأ ينفكش لكن لو يونيلاتر من ضمن احتمالات بمكوشين طيب يبقى أول حاجة هو بايلاتر ام بيس في اكسبشن ممكن يبقى يوني لازم لو ممكن ابصاش ممكن يبقى ايبيكال لو تي بي هو السبب لو تي بي هو العامل بوكيكتسس هيبقى ايبيكال لكن معظم الحالات بتبقى بايلاتر اند بيس ماشي طيب كويس قوي البونكيكتسس بيبقى بايلاتر ام بيس المصدر بيبقى عامل السبب البونكاي بتبقى طايلتر يا اما شكلها بيبقى عامل كده يا اما كده يا اما كده كده اسمه ساكن ده اسمه ساكن ده اسمه فيوسيفور وده اسمه سيلينتر مش المهم في الشكل الشكل مش هو المشكلة لكن بص بقى هلاقي في اليومن هلاقي باص صح؟ النيكوزا بتبقى كونجستد ويلانس في الخميس والبول بيبقى فيه الاستيك فايبرز بس ريبليس باي فايبرز يبقى اليومن فيه باص بعد اليومن فيه النيكوزا بتبقى كونجستد ويلانس بعد النيكوزا فيه الوول هلاقي الإلاستيك فايبرز has been replaced by fibers أكيد الأوفرلاين بلو راح يبقى فيه نوز تفضل أنا خلصت سيمبلز تيست أنتوا عارفين من الحاجات المميزة جدا للعالم العربي إن الشباب بتاعه مايس الشباب مايس من اهم مميزات العالم العربي المياسه اللي في الشباب كل حاجه محطوطه لكم على طبق من ذهب انت عشان تقعد القعده دي بره لازم تقعد في الارض بتاخد قرض نص مليون دولار القرض ده مش بتاخده فلوس في ايدك بيدفعوه للجامعه ما هو هناك التعليم في الجامعة مش ببلاش خد بالك انك عشان تخش كلية طب هناك لازم تخش بري ميد بري ميد معناها سيادتك تاخد بكالوريوس كلية علوم في موليكولار بيولوجي في فيزيكس وبعد ما تخلص بري ميد تخش ماجستير وتعمل لك انترفيو وبعد كل ده تدفع فلوس تدفع في السمستر الواحد 50,000 دولار انت بتاخدهم في صوره قرض من البنك بضمان انك هتبقى دكتور واول ما تتخرج هتبقى 750 ومش تاخدهم في ايدك البنك يدفع ليه الجامعه هناك بعد ما تخلص محاضراتك الصبح لازم تروح تدور لك على شغلانه تاكل منها عيش ما هو مين هيصرف عليك وياكلك مفيش حاجه هناك اسمها بابا بياكلك بابا تروح تشوف لك اي تمانين تغسله في أي مطعم تغسل كمليهات تغسل أطباق وبعد كده تروح تزاي بعد ما تعمل كل ده تروح تزاي وانتو كل اللي بنشوفه منكم ادوني درسين النهارده بسمع بقالي 6 ساعات بسمع إرهاق للودان ودان كده ايه القرف ده في ناس بتتمنى عادتكم دي
تاكل ارض وبعد كده تقعدوا تتنططوا. يقول لك لا احنا عايزين نتعلم زي بره. موافقين؟ هخلي لك القصر العيني اقسم بالله انضف من جامعات بره والله العظيم. هجيب خدامه فلبينيه لكل واحد فيهم بس تدفع $50,000 في السنه. هيبقى الطالب ليه خدامه فلبينيه بس هتدفع $50,000 في السنه. نعم يا ولد ناصر انت واد مادي معاك. تفتح ورشة سباك. والله سباك وش مية بقى افتح حصة من الصغار عشان تبقى عاجب اصحابك تجايبهم. انا عايز تنشغل شويه. بلاش المياه اللي انتوا فيها دي. بلاش تدي نفسك يا اولاد انتوا من نعمه ربنا سبحانه وتعالى ان اداكوا اهل زي اهلكم. انت ابني اهلك ده نعمه من عند ربنا. كان ممكن اهلك يخلوك تشتغل سكاي سباك. على فكره ده من فضل ربنا بس على فكره مش هتتحاسب زي الواد ده. يعني اللي طلع لا اهله ما بيصرفوش عليه وودوه عند سمكايه وسباكه عشان يعلمه مهنه وقعد يضربه على قفاه لما عماه ده مش هيتحاسب زيك اكيد لان ربنا عدل. وسيادتك كنت لا من صغر بتتهنن ونفسك في ايه وعايز ايه وتتامر لا مش عايز اكل ده وعايز اكل ده ينزلوا يجيبوا لي كذا لا انا عايز كذا عايز اروح رحله. ما تفتكرش ابدا انك هتتحاسب زيك ولا التكليف بتاعك زي التكليف. لا ربنا عارف اكيد احنا هنتحسب اكتر منهم بكتير. خلي عندكم دم واشكروا النعمه اللي انتوا فيها. وبعدين الزمن بيتغير بسرعه بشعه. السوريين اللي جم مصر في ناس منهم بيشتغلوا في مصر وبيقبضوا مرتبات كويسه جدا لان السبيشالات بتاعتهم مش موجوده. مصر تخيل بقى في مهندس اعرابي سوري شهادته ايه؟ في الاقتصاد الهندسي. في الاقتصاد الهندسي اكونوميك انجينير. ازاي تعمل فاينانس للبروجكت وازاي تقلل تكلفته؟ لازم تبقى عارف البروجكت معمول ازاي وانت مهندس وعارف ازاي ايه الحاجات اللي تقلل فيها وايه الحاجات اللي تزود فيها والكلام ده. بياخد $3,000 في الشهر. هربان من الشغل وبياخد $3,000 في الشهر، شهادته بتاكله هو واللي حواليه. ما بيصرفش على نفسه، بيصرف على ثلاث عائلات سوريه. معيشه زي ما هو. شقه محترمه ومعيشه بياكل كويس وكل الكلام ده. بشهادته. لان اي حاجه ثانيه ضاعت منه. اي حاجه ثانيه راحت في لحظه سوري لحظه. رمضان فتحوا كل العمارات اللي انت بتبنيها كل اللي انت عمال بتجري عشان تشتريه بيروح في لحظه. ملايين العراقيين في لحظه صحيوا. الدينار العراقي كان ب $4 الدينار العراقي ب $4 صحيوا ثاني يوم الدولار ب $1,300 عراقي. الدولار ب $1,300 عراقي ده في يوم. مفيش حاجه عظيمه غير شهادتك. فان شافوا شويه كده بلاش المياصه اللي انا شايفها منكم وبلاش الميوعه اللي انتوا فيها دي. ان شافوا عشان الزمن اللي احنا فيه ده زمن ما ينفعش فيه. يا تنشف يا اما هتداس بالجزم. هتداس ومحدش هيبص عليك. والله ما حد هيبص عليك ولا اقرب الاقربين. هتداس بيك جد وما حد هيبص وراه. ان شافوا شويه مش عارف راسك. وما تديش نفسك اللجنه تقول انا بتعب. انت بتتنيل تتعب في ايه؟ تترك الارض. تركوا الارض. كل مشاكلكم في الدنيا الدنيا حر اقفل المكيف، الدنيا برد افتح المكيف. دي مشاكلكم في الدنيا.
عايزين يجي 11 دكتور محمد عشان نلحق نصحى. والله العظيم لو في رمضان كنت غطيت عليك. نشافوا شويه بقى تاكل ارض كل اللي واخدينه منكم بق رساله امتد مين؟ عايز اضحك لكن هل بناخد منكم اكشن؟ لا. فاكرين الكلام والبعبع فاكرين نفس بني ادمين تعبين كل غلط ولا فاهمين حاجه. يلا نرجع بقى للزفت. ماشي دس يا حار كف بقى اوصف لي كف بودر السبيوتا من كلر يلوش السبيوتا يلوش وبقى اوضه لان في اليوبس واكسسيف ان اماونت بيزيد ازاي؟ تخيلوا معايا ازازه ميه نصها مليان ازازه ميه نصها مليان اوكي عايز تزود يعملها كده يعملها كده يلين فوق يلاقي من السهل العيال عنده بروتكس فصل جمع تحت زي الازازه بتاعت الميه بس انتوا عايزين لو هو عمل ليه وضع ولا على ضغط عشان كده يقول لك السيوتا ماكسيموم ان ذا مورنينج بس انتوا عمال بيطلع طول الليل مفهوم ولا لا؟ طيب احنا قلنا السيوتا والكف سوري كف والدس ايه تاني؟ تشيست بين ليه؟ بلوز بس في حاجه عايز اقولها الجزء اللي تحت هيبقى دامج ولا لا؟ دكاتره الجزء اللي تحت هيبقى ايه؟ دامج فالجزء اللي فوق هيروح له الهواء كله فيبقى فوق في كومباساتوري انفيزيم الكومباساتوري انفيزيم ممكن تفرقع وتعمل يوم بارس ما تعملكش السين يبقى البين ممكن يبقى نتيجه للبلوزي او نيوم بارس نتيجه لرابشر كومباساتوري انفيزيم مفهوم؟ واضح؟ طيب غيره لا مش ويزز بقى كونستيتيوشن مانيفستيشن الاول صح وبعدين ويزز ما هيموبس خاف عن هيموبس ساعات العيان بتاع البونكيكتس يجي لك بالموبس اونلي العيان اللي عنده بونكيكتس يجي لك بايه؟ هيموبس اونلي ده بيحصل في العيانين اللي عندهم تي بي العيانين اللي عندهم تي بي وساعتها بنسميها بونكيكتس سيكا هيموراجيا بونكيكتس مفهومة سيكا يعني دراي دراي سيكا يعني دراي يعني العيان ده بيجيبه مفصل بس ده عن التي بي بالذات ايوه عين التي بي الكيزيس ماتير بتبقى بس يبقى صعب على عين كحها ده ممكن يبقى بريزنتنج اونلي باي هيموبسس طبعا في سيمتومز اوف كورس وسيمتومز اوف كومبليكيشن واضح؟ بصوا لي هنا دي قبل ما نتكلم على الاكزامينشن عايزين نبقى فاهمين حاجه كويسه بص معايا كده البيزل بارت هيبقى فيه كافيتيز وفيها فايبروس صح؟ البيزل بارت هيبقى فيه كافيتيز بنيانا باص وحواليه ايه؟ الجزء اللي فوق انفيزيم ومعاه نور وكاي ليه نور وكاي ربنا يكرمك يا بنتي والله ربنا يكرمك اه لا خلفة البنات مختلفة استاذنا لما تخش زي الهجر تلاقيه زقي الباب وداخل تحس انه داخل على حمام حاجة مقرفة بصوا لي هنا بقى بني ادمين الجزء اللي تحت هيبقى فيه فايبوز ويبقى فيه كابتس مليانة باص الجزء الفوقاني هيبقى فيه كوبرساته ايه؟ انفيزيما والجزء الفوقاني برضه هيبقى فيه نوب وبكاي ليه؟ العالم ما بيروح السيوتا هيجي من البيس بارت يعدي على البونكاي لغايه ما يطلع على ده فيعمل بونكايتس البونكاي اللي فوق الافكت سيوتا هو جاي من البيس بارت عشان يبقى حصله اكسبكتريشن لازم يعدي على البونكاي عمل البونكاس عمل لك نوع من البونكاس ولا لا؟ فالجزء الفوقاني في نوع بونكاي وفي انفيزيما.
لكن تحت في كابيتس يا فص وفايبرز. بناء على المعلومات دي انسبكش كلمه السر سمول اس شيب تحت ريجاكشن فور بابش صح موفمنت ريستريكت سبيشال بيز اوف بارت ايه عالي تحت لكن واطي فوق يعني تحت فيه كارثة لكن فوق انفزين تندرس هناك فالسيش نوم بلبا بلموك يسيك البلبا بلونكاي ولا اثنين ما في نوم بلونكاي مش الفيزيز في كلمة بلونكاي بلونكيك تسيس هيبقى عندنا بربا بالمنكار وبربا بالرب بكشف تحت دانس لكن فوق هيبقى رسل اوسكالتيشن تحت ممكن ويدي تابيتيشن يجوفني ويسفين بيكتولوجي لكن فوق عندنا نار بالمنكار هيبقى هاش بزيكرا ويس تحت عندنا كافيتس يا باص كافيتس يعني من ثلاثة سي يبقى بون كالبريدي كريبيتيشن إيجوفني ويسبين بكتولوجي فوق عندك بونكايتس نارو بونكاي ويزز وهاش بسيط ممكن نسمع بلغة الرب أكيد شوني جنرال إكزامينيش حولوه كلمة واحدة العيان ده عنده كرونيك انفكشن اتفضلي بعدين على الكونديشن نو سويت وفاتيك صح وعلى اللون ليه بالقديمه ليه اللي هو ليه بالقديمه الفيروس عامل كول بالمناخ وعمايله ولو ضغط عليك قوي العام بيكح يجيب السيوتر فبيفقد بروتين فيجي له عايز بروتين هذا قصه ثانيه انفستيجيشن لاب ريجيولوجيكال انسترومنت اللاب هنعمل ايه في اللاب؟ مش سامع بلاد هنعمل كاش انا بتكلم على بلاد بلاد هنعمل ايه؟ سي بي سي هنعمل ايه؟ سايتوسي سي اي تي لكن الاهم انك تلاقي ايمينو جلوبال ممكن يبوظ يعني ممكن يبقى كونجنتال ايمينو جلوبال ديفيشنسي مش كده ولا ايه؟ ده سي 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 عامل لو عندنا معانا سن وصغير ده بلاد سيوز كالتشر اسيست بعد كده تشوف الكلين تيست يتعمل ولا لا ماشي ايه دي لوس هنعمل ايه اكس هتلاقي اكس بصوا هتلاقي كافيتيز مليانه فص تحت في البيت هتلاقي كافيتيز عامله زي الابسيس الصغيره بيسموها هاني كومب زي كلامنا كافيتيز مليانه بص ابسيس صغيره تحت اسمها هاني كوم او ممكن تشوف الوول بتاع البونكاي تيكن بيسموها ترام لايك ابيرنس عارفين الترماي بيمشي على خطين ترام لايك ابيرنس الحاجه الثانيه طبعا اكس راي فوق هتوريك انفيزيما اللي هي هايبر ترانسلوسنت هتوريك انفيزيما اللي هي هايبر ترانسلوسنت ديفنت السي تي از مور دايجنوستيك السي تي وذ هاي ريزولوشن از مور دايجنوستيك اكيد يعني اوكي زمان اولاد كانوا مضبطين يعني من ضمن طرق التشخيص انه يحطوا صبغه في التراكيه
وصواب الاجسام. فالبال قدامك التراكيه والبنكاي تشوف اذا كان فيها حتت فايليتد ولا لا. وكانوا بيصوروا جدا العيان بيموت ليه. يعني ليه اذا بعد ما بنصب الصبغه في التراكيه ونصور العيان بيموت؟ It was very strange بالنسبه لي. يا اخي مجرد ما صبيت الصبغه ما فيش، انا دلقت 200 ملي لقيت عمال. ده لدرجه الغباء الغباء. واضح ان دفعتكم كان هيبقى لها مستقبل زمان. يعني انتوا جيتوا في التوقيت الغلط. لو كنتوا موجودين زمان كانت ايه، كنت بلطعكم يعني. تعيش كنت عايش عيشه معانا فعلا بقى. وكل الكلام اللي كنتوا بتقولوا هيعتبر اختبارات. الغباء اللي انتوا بتلطشوا بيه ده كان زمان هيعتبروك عبقري. بس واحد زمان كان يروح داخل بابره عشان يقيس رشه يقول لك ده عنده ديمو طارس، يا ترى جاله ليه؟ هو داخل بابره بلغه مرمتي. وفي نفس الجاموسه دفعته كان بيحط صبغه في التراكيه عشان يصور بالاكس راي. كان اسمها برونكوجر بس دي بس طبعا في وجود السيتية. بنكروسكوب ممكن اخش بالبنكروسكوب عشان اشوف اذا كان في كوع ماضي. اخد عينه من الباص واعملها خلش عن سنسيرتي. ممكن يبقى في العبيات اشيل فوق البودي اشرط الفص واخي نازل بعد الفص. اتريجر اديني نكد يا بابا اديني ما ينقصك على الصوف نكد على جنبونا. يلا بابا في حزين تاني عليكم الناس تجيب الشلل. يلا عارف 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 انا عارف. بس انتوا ما تديله ايه؟ انا جيت يا ولاد انا شفت فيكم لما اتعاملت خلي عندهم ده. انا جيت انتي بايوتكس اكسبكتنس وميكوريتكس وفيزيو ثيرابي. لكن الانتي بايوتكس لازم ادي ميتوني ده زوج يعني يوبس او كريندامايس وحد معاه انتي بايوتكس ثاني لو معاه فلوس سيد غلبان ودفعتها 60 بتلقى اهله او مرسك. بعد كده ابتدي الانتي بايوتكس اكون ما تقدرش اقل. هل اخش سيرج كده؟ لو اولا لو يوني لاترال بون كيكس انا احتمال تبقى ايه؟ بروكوشيك ارسنال. ثانيا لو عيان عنده سيمتومز اندينجرينج هيز لايف سيفير هيموسيس مفهوم؟ لو عنده سيمتومز اندينجرينج هيز لايف او لو فات ملك الشيطان. اوكي البوكيتس موضوع مهم جدا 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 في مرض الخارج. اللانج ابسس هو هنا بيجينا تحت عنوان ثاني اسبيريشن مود في بوليسيستيك لانج زي ام اس يو بكبير. البوليسيستيك لانج زي بيجينا في ام اس يو بكبير مفهوم؟ بصوا هنا البوليسيستيك لانج زي او اسمه الثاني سيستيك فايبروسس او اسمه الثالث نيوكوفيسيدوسس. ليه كم اسم؟ ثلاثة. بوليسيستيك لانج ديزيز سيستيك فايبروسس نيوكوفيسيدوسس ثلاث اسامي. اوكي احسنهم هو النيوكوفيسيدوسس ده احسن اسم فيهم نيوكوفيسيدوسس. هنعرف ايه دلوقتي ان شاء الله. بص معايا كده بص يا بني ادم بص يا ابني اي سيرفس في الجسم بيطلع ميوكس اي سيرفس في الجسم بيطلع ميوكس لازم على الميوكس يطلع ميه عشان الميوكس ما يبقاش بس عشان يبقى ووتر. اي سيرفس في الجسم يطلع ميوكس لازم يطلع ايه؟ ميه. عشان تطلع ميه لازم تطلع صوديوم. ما الميه فولز
الصدفة صح؟ بس في مشكلة، لو انت عملت فيش للصدفة وطلعت جوال ميه، ما انت ممكن تعمل الصدفة مريعة بصوبش، طب معاك تاخد تاني ولا لا؟ ده كده عشان تمنع الصوديوم من يحصل له ابزوربشن، خلي معاك كلوراي عشان يحصل له تراكم، هو اليوم ما يحصلوش فيه ابزوربشن خليه في الصوديوم، يبقى لازم عشان تطلع صوديوم لازم تطلع معاك كمان ايه؟ بس ما شاء الله الغباء لازم تطلع معاك كلوراي. اللي بيطلع كلوراي كلوراي شادوز، حاجه اسمها كلوراي شادوز، لو الكلوراي شادوز دي بايظه ايه اللي هيحصل؟ الصوديوم هيحصل له ايه ابزوربشن؟ ولو حصل ايه ابزوربشن في الصوديوم؟ الميه هيحصل له ايه ابزوربشن؟ فالميوكوس يبقى ايه؟ بس. يبقى العيانين اللي عندهم ميكوبيسيدوس او بوليسيستيك لانج ديزيز مشكلتهم تبقى ديفكت في كروموزوم 7. كروموزوم 7 الديفكت اللي فيه اللي بيخليهم يصنعوا كلوراي شانلز بايظه. اللي مسؤول عن تصنيع كلوراي شانلز جين موجود على كروموزوم كام؟ 7. الجين ده ليه اسم طبعا، سيستيك فايبروزس ترانس ممبرين كوندكتر فاكتور جين، هو جين، هو جين بايظ. المهم الجين ده ما دام بايظ يبقى مش هنصنع كلوراي شانلز، ما صنعناش كلوراي شانلز الصوديوم هيحصل له ايه؟ ابزوربشن ما يقدرش في اليوم، وبالتالي الميوكس يبقى فيسل، عشان كده اسمها ميوكو فيسلوس. المشكله دي بتحصل في اي حته في الجسم بتطلع ميوكس. بالنسبه لنا البونكاي بتطلع ميوكس ولا ايه؟ لما الميوكس يبقى فيسل هيقفل البونكاي، يقفل البونكاي كلها، يقوم يعمل لك بونكيتس على اللنج كلها. البونكيتسز هيحصل في اللنج كلها، لان البونكاي كلها هيحصل فيها اوبستراكشن. بس هي المشكله مش على الليفل بتاع البونكس بس، المشكله في اي سيرفيس بيطلع ايه؟ ميوكس. يعني اذا ايه بيطلع ميوكس؟ الجي اي تي الانتستن، الانتستن الميوكس بيها هيبقى فيسل نعمل اكسترنا اوبستراكشن بيسموها ميكونيوم ايليوس. لان انت لو ما طلعتش ميه في الاكسترنال سيكشن الصوري يبقى هارد، والصوري تبقى طالع اسمه ميكونيا، فيبقى عندهم ميكونيا ايس، يعني الصوري عمل اوبستراكشن للجسم. ايه تاني؟ البنكرياس، البنكرياتيك سيكريشنز هتبقى فيس، هتقفل اوبستراكشن، هتعمل اوبستراكشن البنكرياتيك داكت، وده يعمل لك بنكرياتايتس. البايل بيطلع مع ميوكس هيبقى فيسل، هيعمل لي ميديا اوبستراكشن. فعشان كده التسميه الاصح انك تقول ميكو فيسلوس مش انك تقول بوليسيستيك لانك، لان لو كلمه بوليسيستيك لانك خليك فاكر المشكله فين؟ فلان بس. لكن التسميه الاصح انك تقول ميكو فيسلوس. في حاجه غريبه جدا بقى في العينين دول، السويت جلاند هتطلع صوديوم بكميات كبيره جدا، ما هو الصوديوم مش قادر يبقى يستخدم في حته ثانيه، فهيطلع كميات كبيره في السواد. الصوديوم يطلع في السواد بكميات كبيره اكثر من 70 ملي مول بير لتر. خد بالك احنا قلنا الديفكت في الكروموزوم كام؟ والصوديوم في السواد يبقى اكثر من 70. 77 مفهوم ولا لا؟ تفتكروا ايه الانفستيجيشن اللي بتتعمل؟ صوديوم انسولين. وايه تاني؟ دي ان هي اناليسيز كاريوتايبنج. لا ثواني بس، لا مين اللي قال كاريوتايب؟ مين اللي قال كاريوتايبنج؟ فين هو او هي؟ فين؟ يعني انا بسمع بيجي لي تهيؤات. مين اللي قال زفت كاريوتايب؟ انت يا بنت شاويلي على الاقل. لا مش انت، لا مش انت، تكذب، حرام عليك انت في رمضان.
لا مش ايه مالكش عرض الكذب مالوش ما تبقاش الاخوانيا الكذب مالوش تبرير لا تبرير للكذب لا تبرير للكذب ما تبقاش اخوانيا غلط قعدتك معاهم هتعلمك منهم بلاوي حريم كان صوت حريم مين انت اخلصي بقى مع طيب انا ما اعرفش كاري طيب النبي يا اخويا ما اعرف يعني ايه كاري طيب ما انا اقول لك كاري طيب المكتب اللي ما اعرف يا اخويا يعني ايه كاري طيب بص عشان مش عايزين كلام يخليك تبان معفن قدام خلق الله الكاري طيب معناه انك بتاخد عينه وتشوف الكروموزوم بتشوف الكروموزوم ما بتشوفش الجينز انت بتشوف الكروموزوم 22 كروموزوم 9 كروموزوم 11 تشوف الكروموزوم على بعض ممكن بالكاري طيب تشخص اذا كان فيه ديليشن او ترانسلوكيشن لكن ما يشخص جين ميوتيشن الجين ميوتيشن بيشخصه بي سي ار لكن مش كاري طيب فما ترميش اي كلمه انجليزي احنا مش في معهد يعني تربيه منزليه انا مش بدرس ماده الطبيخ عشان ترمي لي كاري طيب او ما انا متخض ولا برافو عليك يا ابني ممكن تقولها في وسط زمايلك جواميس قاعدين مع بعض فتقولها فكل الجواميس يسقفوا لك ويقولوا لك برافو عليك بتعرف انجليزي تبقوا قاعدين في الزريبه مع بعض ومتعفروا حوالين بعض لكن تقولها قدامي لا تبقى كلامك محدد وتبقى ساينتفك ما انا قلت بي سي ار ده بي سي ار بايه بيشوف الدي ان ايه طيب امال الجين ده كان ايه اللي خلى الرز البي سي ار بيشوف اذا كان في جين ميوتيشن لكن الكاريوتايبنج بيوريك اذا كان في واحد من الكروموزومز ايه رجليه طويله رجليه قصيره اللي هو ديليشن او ترانسلوكيشن مفهوم الحاجه الثانيه ممكن تبعت تعمل اكس راي للنج هتلاقي كافيتيز في النج كلها بيسموه صوب بابل ابيرنس الصوب اللي هو الصابون يعني هي صابون نعمل بكات فانكشن تيست التريتمنت سيمبتوماتيك عنده تشيست انفكشن هتديله انتيبايوتكس عنده مال ابزوربشن سندروم نتيجه البنكرياتايتس هنديله اول بنكرياتيك انزيمز معظمهم بيموتوا في سن صغير ماشي يا ولاد حاضر يعني ده اللي هيعيش وحاضر ميكوليتس بصوا ولاد معظم العينين بيموتوا في سن 14 15 سنه في واحد احتفل انه عايش 30 سنة حوالي 5 سنين ومات بعديه على طول خلاص كانوا عاملين احتفال على النت انه وصل لسنة 30 سنة عين بوليسيستيك لانج وصل ل 30 سنة حاولوا ده أول ديزيز في العالم يتعامل فيه ترايل وجين ثيرابي أول ديزيز في العالم يتعامل فيه ترايل وجين ثيرابي وكل عينين ماتوا والترايل وقف الترايل كانت معموله في جون هوبكنز جون هوبكنز هوستل دي في شبرا انتوا عارفين اتعمل عليها استادي مشروع جدا بس معظم الاطفال ماتوا في هذه الاستادي كان استادي اتوقفت على فكره كل الاستاديز والجين ثيرابي في العالم اتوقفت ما فيش ولا استادي بتتعمل على جين ثيرابي دلوقتي عشان معظم الحالات المورتاليتي فيها بتبقى عاليه معظم الزفت حالات تبقى المتارج فيها عالية فبطلوا جيتا تازمين هو مفهو لا طيب اللي انا عايزه في السابيوت عايزين بونكيتس كله وعايزين لونج ابس كله بس لونج ابس هيجينا تحت عنوان اسبيريشن نيون هنقول موضوع لطيف بقى اسمه ميديا ساينر
بصوا عشان ميديا ستايلر هما ست صفحات اختصروا نص صفحة. الست صفحات اختصروا نص صفحة اللي هي الأناتومي. عرفت الأناتومي؟ هتتكلم عن ميديا ستايلر من الأول. أوكي؟ طيب بص معاك. يعني إيه ميديا ستايلر من الأول؟ ايه هو الميديا ستايل؟ اللي بين الدونات وتلاقي على شمالك يعني. الميديا ستايل زي ما سمعت وقال هي الاريا اللي باوند anteriorly by the sternum posteriorly by the classic vertebrae and laterally by the lungs. It's the area which is bounded anteriorly by the sternum while classic vertebrae and laterally the lungs. يعني هذه السبب دي تواصل في التربي إن شاء الله أنا بأفهم هنا حيبقى بيسموه تواصل قلت أو أوتلت زي ما كنت تسميه كنت صح يميل يصير هو منطقة اللي هي باوند أنتير بايب تستنى مارا تواصل في التربي على أبسن بالغلط. أوكي وتحت حيبقى فيه بأفهم وفوق السوق تواصل قلت أو أوتلت مفهوم؟ الميديا ستايلر بيتقسم بخط وهمي ماشي ماي ماشي من الانجل اند ويز لغايه جوه بوردر اوف ذا بول راس الكبد. في خط وهمي بيقسم الميديا ستايلر ماشي من انجل اوف لويس لغايه اللي هو بوردر اوف ذا فورت راس الكبد. الخط الوهمي ده بيقسم الميديا ستايلر من شبير وانتير ميديا ستايلر. الانتير ميديا ستايلر inferior mediastinum فيها الغلط. الغلط بيقسم inferior mediastinum الى anterior وميدل وزمان الغلط على طول قالت لي بص معاك اخوات يفهم في خط وهم ماشي من انجل اللوز لوز لغايه لو بود اوف فورت لاست فيلتر خلاص معاه دهوات وده بيقسمنا الى شري وانفير اللي فيه ميدي صانف فيها الهار هتقسمنا الى انتير وميدل وبصي ماشي. طيب ايه الكونتنس اوف ذا ميدي صان؟ عايزين الكونتنس اوف ذا سوبر ميدي صان. هنقول الكونتنس اوف السوبر ميدي صان ماشي مش مهندسين. هنقول الـ contents of the superior mediastinum هقولهم وانت تقولين مراية ماشي تسمعين مراية. الـ superior mediastinum فوق عندك الأسارجس وتم التراكين ودي هنا البوكاي جاي من هنا الكونتريج طلع من البيز وحتى دي تتوسط جاي من هنا التم الجاي عشان كان مع السطحين البيز يعملوا بيتو الفتح. البيتو الفتح عندي مع الشمال عليه السيم هنا جاي الوضع استفادت شيء المنطقة هنا تتفادت. سمعنا وصفي غاز اسمه وصفي غاز ونفترين بيتو. بص معايا عشان تحفظوه. بص كلمة السر ثلاثة تيوبس ثلاثة فيصلز ثلاثة نيرفز ثلاثة تيوبس ثلاثة فيصلز ثلاثة نيرفز. الثلاثة تيوبس وصافيتس وتراكية وفلاس الضغط ولو ان فلاس الضغط فيصل بس احنا ماشيين ايه؟ على ناتيوب. الثلاثة تيوبس وصافيتس وتراكية وايه؟ فلاس الضغط. الثلاثة نيرفز فرينك فيجاس وسمثال تشين. الفرينك والفيجاس وسمثال تشين. الثلاثة فيسلز عندنا ارش اوف اورطا اند سميج برانشز. الارش اوف اورطا اند ايه؟ سميج برانشز. تو انوميلنت فينز رقم اثنين رقم ثلاثة سميو فينا كده. تاني
ايه الكونتنت بتاع السوبر ميديا ساين؟ كلمة سر ايه؟ كنادة. عندنا ثلاثة تيوبس، ثلاثة فيسل، ثلاثة لابس. الثلاثة تيوبس يضع حوز معايا عشان نفهم اسوفجاس تراكيا وفراس اللحظة. الثلاثة نيرفز فينك مثلا تشين فيجاس معايا كارت رينج. طيب الثلاثة بقى ايه بس ارتب اوضا انس ميجر برانشز تو انومن بينز انس فيو فينا موافقون مش فانسين. اي ميديا ساينم بيبقى فيها فات والانفلونس ده اي ميديا ساينم فيها فات ان والانفلونس ده السوبر ميديا ساينم. هنتكلم عن الفيو بقى كونتنتس بتاع الفيو. كونتنتس بتاع الفيو شغاله بمنطق واحد اثنين ثلاثه اوكي. الانتيو ميديا ساينم فيها ايه؟ ما هو فات والانفلونس بقى دي سبب ايه الجديد؟ فايلس عشان كده واحد الفات والانفلونس ثابتين في الكل بس دي فيها ان اديشن فايلس مش كده ولا ايه؟ غير الميدل ميديا ساين بص معايا الهار بره حاجتين طالع منه اثنين نازل له اثنين الهار اوبس شكرا. الهارت بره حاجتين يعني الهارت هيبقى بره بيكارديا ونزل عليه فيليك نيرف. الهارت هيبقى بره بيكارديا ونزل عليه فيليك نيرف طلع منه اثنين طلع منه اورطه وبلمونري نزل له اثنين اثنين بونكاي مع التقرير اتقسم الى اثنين بونكاي. تاني الميدل ميديا ساين مش عارف رقم اثنين الهارت براح حاجتين اللي هو ايه؟ كان موفين طلع منه اثنين او طبعا منه نزل اثنين بوفا بالاضافه للفات والانفوز مصابتين في الكل. بصي ميديا ساين كلمه السر فيها ايه؟ اثنين اثنين انبوبه واثنين فيصل واثنين نيرف ركزوا معايا هنا اثنين تيوب واثنين فيصل واثنين نيرف. بصوا لي مين الثلاثة تيوبس اللي كانوا فوق؟ بص فوق الجاس وتراكيا وايه؟ مين اللي هيكمل تحت البوستيو ميديا ساين؟ اوسوفيجاس وتراس الزهر صح؟ البوستيو ميديا ساين مين الثلاثة أنابيب اللي فوق؟ مين اللي هيوصلوا منهم لتحت؟ اوسوفيجاس وتراس الزهر لأن التراكيا هتنتهي لبونكاي في الميدل ميديا ساين معايا ولا لا؟ طيب دول اثنين انبوبه اثنين نيرف مين الثلاثه نيرفز اللي كانوا فوق؟ كان فوق في فيجاس وفينك وسيمباثيك مين يكمل تحت؟ فيجاس وسيمباثيك لان الفينك موجود في الميدل مش احنا في الميدل ميديا ساين قلنا الهارت براح حاجتين بيكارديوم وفينك يبقى فاضل لنا تو نيرفز اللي هو السيمباثيك والفيجاس هم اللي كملوا في البوستيو ميديا ساين اثنين فيسلز مين الثلاثة فيسلز اللي فوق؟ الارس اوف ذا اورتا ويتس ميجر برانشز اثنين النومينانت والسوبيو فينا كيفا مين اللي يكمل لتحت؟ السوبيو فينا كيفا بيكمل لتحت البوسيو ميديا ساينال او بينزل على الدوز هو بينزل لتحت وبعدين ابدومينال هايتس يورينا بلادر بليدنج بغير احنا اللي هيكمل تحت الاوض الفيسر الثاني اصاج الثاني ما يسوبيه من كيف هيخلص في الهارد اعتقد ولا انتوا عندكم معلومات تانية مش بين يعني اه بين اه ازايجس قال لك فرقت اه فرقت تفرق معانا على حاجات حساسه قوي ازايجس بين واضح سمعوا لي تاني البوستيو ميديا ساين فيها اثنين انبوبه اللي هم اوسوفجاس وايه؟ واثنين فيسلز. اورطا وايه؟ ازايجس واثنين نيرفز. فيجاس وسمبثات وفات ونفوس.
حافظ كده خلاص ميديستان السندوم خلص. ميديستان السندوم معناه ان واحد من الكونتنس يكبر ويضغط على اخواته، يضغط على حواليه، واحد من الكونتنس يكبر ويضغط على حواليه. متفقين؟ طيب تعالى نشوف الايتيولوجي بتاع ميديستان السندوم. هنكبر الكونتنس اوف ذا ميديستان، مش كده ولا ايه؟ ميديستان السندوم معناه ان الكونتنس يكبر وتضغط على حواليه، صح ولا لا؟ طيب بص لي هنا، ايه الايتيولوجي اوف ميديستان السندوم؟ اسمه ايه ميديستان؟ انتوا تقولوا لي كونتنت وانا كبر، مفهوم؟ طيب ايه الكونتنت بتاع السبيم ديستان؟ كتر ثلاثة ايه؟ تشوبس، اول تشوب يبقى اوسوجيال كارسينوم، صح؟ بعدين تراكيه برونكوجينيك كارسينوم، فراس الدرك ما ينفعش تكبرها بتفرقع، صح ولا لا؟ خلصنا من ثلاثة انبوب. بعد كده في ايه؟ ثلاثة نيرفز اللي هما مين؟ الفينك والفيجاس وايه؟ السيمباثيك. هنكبرهم بايه؟ نيورو فايبروما. شو؟ مفهوم؟ بعد كده في ثلاثة ايه؟ الفيسلز اللي هما اوتك ارش يبقى اوتك انيوز. الفيز ما بتكبرش. مش كده ولا ايه؟ فاضل مين؟ فات لايبوما ليمف نودز ليمفاديلوباثي. يبقى ده الايتيولوجي اوف ميديستان سندروم في سبيم ميديستان، مفهوم ولا لا؟ طيب انتيو ميديستان تايموس يبقى تايموما، تايمك تيومر. فات يبقى لايبوما وليمف نودز ليمفاديلوباثي. بغض النظر بقى الليمفاديلوباثي ده نتيجه لوكيميا، ده نتيجه لتي بي، نتيجه لينفوما، اي حاجه تكبر الليمف نودز، مفهوم ولا لا؟ طيب مين الميديستان؟ الهارت كارديوميجال بقى حاجتين، بيكارديوم بيكارديوم ديفيوز وفينك نيرف نيو فايبروم. طلع منه ايه؟ اوتو بالمونا يبقى اوتك انيوز، نازل له تو ايه؟ بونكا يبقى بونكوجينيك ولايف وموقف فادينوبي، مفهوم؟ بصيو ميديستانا كان فيها اثنين انبوب وصابك السكراس الضغط يبقى اوسوجيال تيومر، واثنين نيرفز هيبقوا نيو فايبروما، واثنين فيسلز اورتيك انيو ولايبوما وليمفاديلوما. مش كده ولا لا؟ تعرف الكونتنتس والكبار. بس في حاجه بص لي هنا، اضيف على سبيل اليسار حاجه ريتموس سينر بويتك، صح؟ أضيف على الموسيقى الإسلامية وحيدة السر، أوكي؟ أضيف على الموسيقى الإسلامية وحيدة السر، في حاجة من فوق وحاجة من تحت. الأنجيوم الإسلامية أضيف عليها الدنمويت سيستم اللي هو التلاتوم. يعني في الايتيولوجي بتاع ميديستان السندروم، السوبي ميديستان فاتح عليها بس ايه؟ ريتروستينر كويتر. المشكلة مش كان بيعمل ميديستان السندروم، اتخدوا كده في الجراحة. عيط الثانية؟ ماشي. زي ما بتقول يا حاج. ليمويد سيست أو التيراتوما، التيراتوما بتحصل دايما فين؟ ميد لاين، اللي هي فيوجن لاين. اوكي؟ طيب الكلينيكال بيتش بتاع ميديستان السندروم، ايه الكلينيكال بيتش بتاع ميديستان السندروم؟ يا خرابي يا طعمته، ايه ده؟ ايه ده؟ نظرات الغباء يا ربي. الكلينيكال بيتش انك هتضغط على الكونتنتس بتاع ميديستان، يعني هنضغط على ثلاثه انبوبه وثلاثة فيسلز وثلاثة نيرفز وثلاثة بون. هنضغط الأول على ثلاثة إيه؟ أنتوا عايزين بول؟ البول؟ أنت عايز بول؟ ها هنضغط الأول على ثلاثة نيرفز. إيه الثلاثة نيرفز؟
فينك فيجاس سمباثات. ركز معايا في الكلام اللي انا هقوله عشان مهم جدا. السمباثات لما يضغط عليها يحصل لك هونرس الفيجاس هيضغط على الترانسلينشن فيحصل هوسنس. ما ينفعش تضغط على الفيجاس خلي الكلام بيكمبرس. ليه بقى؟ بص معايا كده الفيجاس السمباثات ماشيين هنا لما يبقى فيه سويلنج يضغطهم اجينست مول يعملوا لهم كراشنج اجينست الفيرتيب يعني النيرف ماشي على الفيرتيب. فلما يبقى فيه سويلنج هيعملوا كراشنج اجينست الفيرتيب. لكن الفرينك ماشي هنا لو فيه سويلنج هيعملوا ديسليس مش هيعملوا كراشنج مش ماشي على العظم. فاهمين ولا لا؟ الفرينك ما ينفعش يبقى كومبرست عشان تعمل كومبريشن لازم تعمل كومبريشن اجينست هارد سيرفيس. لو في سويلنج هيزق الفرق لكن مش هيعمل كومبريشن فالفرق ما بيحصلوش كومبريشن معايا. ولو الفرق اتضرب ده معناها ان الميديسمانا سندروم ده سبب مالجنان تيومر لان ساعتها التيومر هيبقى عامل انفلتريشن هنا مش كومبريشن. مفهوم لا؟ يبقى مين اللي هيبقى كومبريست؟ البيجاس والسباتاتك. لكن ما ينفعش اعمل كومبريشن مين؟ الفرق. عشان كده محتاجين نيرف ثالث عشان نعمل كومبريشن. احنا كده عاملين كومبريشن تو نيرف سانس عايزين نيرف ثالث نعمل كومبريشن. كان عندنا في حاجه اسمها سباينال كورد هنا السباينال كورد بيطلع منه روتس ده بتعمل انتقاص نيرفز ولا لا؟ تعمل لنا جريتال نكس ممكن نيرف روتس وهي طبعا يضغط عليها يعمل لك انتقاصل نيورالجيا بين انتقاصل سبيس وتعمل لك بريك يعني غلط بين في الابر نت. واضح؟ يبقى مين النيرفز اللي هنعمل لها كومبريشن؟ سمباثاتيك والفيجاس والروتس اوف سباينال كورد. ان بي فينك نيرف كانت بي كومبرس ات كان بي ديسبيس اونلي however if it's affected this means there's a malignant tumor causing media sinus. يبقى دول النيرفز ثلاثه نيرفز. بعد الثلاثة نيرفز هنضغط على مين؟ التيوبس. الاوسارتس هيحصل بسبيل التراكية حسب انت عاملة توتال اوبستراكشن تعملي كولابس بارشل اوبستراكشن تعملي برونكيتس سلولي او يعملي انفيزيما. واضح؟ اللي بعده كراس الدارت يا شباب هي هتنفجر بتبص لها ليه؟ يعني ايش انا مش عارف كل واحد يخش من الباب يقعدوا يتابعوا ويطمنوا عليه ان هم قعدوه وبعدين يبص لي انا ليه يعني؟ لا انا ما اتكلمش عليك انا بتكلم على الغدر ده. يعني ايه بقى المعلومه اللي هتستفيدها من انك تعرف؟ صباحنا على الصبح بقى حكرت في ميز نيوزيتي اصلا ركز معايا ليه بتتابعوهم لغايه ما تقعدوهم؟ غباء غباء. عايز ايه؟ مناديل؟ اوبس سوري انا اسف يا بنت عايشة بس معايا بواد. بص معايا بقى دي عم. احنا ضغطنا على كام؟ على نيرف. كام نيرف؟ اقسم بالله لو ما حد نطق فيك وعين وقعت عليه اكون مسح في كرامته الارض. ثلاثه ايه؟ اللي هما فيجاس والسمباثيك وايه؟ الفينك بيحصل له كومبريشن يعني غبا سبايلر كورد روتس لكن الفينك ما بيحصلوش كومبريشن. الفيسز سوري احنا قلنا بعد كده مين؟ تيوبس. اوسوفيجاس تعمل لك ديسفيس تراكيا وبونكاي يعمل يا كولابس يا بونكاي اكتسس يا انفيزيما اند فاينل كراس الدار يعمل لك كايلس فيوس كايلس كول فيوجن كايلس كاليا فيوجن اشتغل ولا لا؟ بعد كده هنضغط على مين؟ الفيس. ايه الفيس اللي بتضغط عليها؟ بصوا لي الاورط حاضر الاورط نفسه كلام بي كومبريس ده دعامه كبير قوي عشان تعمل كومبريس لكن مجاش الصاب جريجن اصلا لما تعمل له كومبريشن يعمل لك انتيكوال بالس
One for blood pressure. Why unilateral clotting? No, في unilateral ischemia. Unequal pulse, unequal blood pressure, unilateral clotting. في المعلومة. Sorry. تهتي؟ خليكي ماسكة في الدب البنطلون بتاعنا علشان ما تويش خالص. Unilateral clubbing, one equal pulse or equal pressure. The method of cleaving out. هنضغط على أي vessel تاني. Arthritis. هريحك والله. Arthritis هيعمل لنا بلوال إفيوجن. دي بداية منه من زمان. هنضغط عليه يعمل لنا بلوال إيه إفيوجن. وبعدين هنضغط على مين كمان؟ السبير كده. بص لي السبير فينا كيف هيعمل إيه؟ السبير فينا كيف الكمبريشن؟ هيعمل لك congested non pulsating midvein صح مش كده ليه عامل لك congested non pulsating midvein ايه كمان لما تضغط على السبير فينا كيف وتقفله هيتكون كولاترالز ما بين السبير فينا كيف والانفير فينا كيف تبقى كروسنج الكوستال مارجن هتقف العمل تعملها ملكي وبتبقى فيلينج فروم اباف داونز مش كده ولا ايه؟ كده ايه كمان؟ هيحصل إديمة الهيد اند نيك والأبر نيك خدوا بالك العين يشتكي بيه العين يجي يشتكي لك بيه عنده إديمة في الهيد اند نيك ديسفيجيا عنده إديمة في الهيد اند نيك يجي يشتكي انه ما يقدرش يقفل الصغير الاخراني من القميص تيشيرت he cannot close the last button في القميص والفيميل تشتكي انها ما تقدرش تلبس النكلس يعني ايه نكلس برافو عليك اتعلمت حاجه مني السنه دي بقى دي حد من اللي كانوا معايا النكلس يعني ايه الكوليه عقد لما يشيلك في فرق يلا بين العقد والكوليه في فرق بين العقد والكوليه العقد اللي بيبقى مدد يا بنات الكوليه بيبقى فيتنج على قد رقبه بالظبط زي السلسله اللي بيربطوها بيك عارف السلسله هنا؟ اشمعنى معاك؟ والفلاتر الزكاة دي عظيمة يا خالد اه يا خالد عم بعد على فكرة كل ده هتجيبه لما ان شاء الله ان شاء الله تعمل حاجة اسمها خطوبة ده يبقى توفه في وش يبقى عدى على قبري كده وتوف عليه ولو هي شفعة انها اتجوزت. طف بس. هي الفكرة في الموضوع. الكلية ده بيكفى اي حاجة اسمها شبكة بنا. ربنا يوعدكم ان شاء الله ويفك اللي انتوا فيه ده. في حاجة اسمها شبكة بيجيبها حاجة اسمها عريس. كان اسطوري. كان اسطوري بيجي يخبط على الابواب وتلاقي بابا فرحان ماما فرحانه بيبصوا على حاولي انت تجيب لهم حاجه من الحاجات دي بيبصوا على الرجاله كده ده اللي انتوا فرحين ده اللي بناخده منك على فكره خد بالك ان بابا بيبص لك دلوقتي بصات غريبه اه طبعا لا يا بابا خلاص زهق يعني هو كان فاكر زمان بنتي الدكتوره اللي هو ايه هيلاقي بقى امم وعمال بيزق الباب هو واخواتي ومنعهم يخشوا هو فاهم كده بس بقاله فتره محدش عبر محدش يعاتبها المهم تقول لك لا والله كتير بس احنا اللي بنط وبتصحى من النوم المهم النكرس ده العقد انا قلت لكم محدش مفيش عايز يعرف يلبسها لك البنات عندهم احتراف غير طبيعي نفس ده انا معجب بيكم جدا بتقدروا تقفلوا الاكس بتاع السويه ده بطريقه غريبه جدا 100 واحد
بيقفلوا السلسله بايد واحده من غير ما تبص. الولاد اتحداك لازم يديك اثنين وتقعد تحول وما تعرفش انت ايه تدخل السلسله في البتاع وبيبقى منظر زباله. ايه نعم هو خد انت البطيئه نفسك اسمع خد البطيئه بنفسك. على فكره هتقول لك انا مش هكمل الجوازه وتمشي ما دام البطيئه بقى ليه ما تعملها بسيم يد قدامك يعني تربطها وتحطها بسيم عفلها بسيم اسمع البطيئه بنفسك عليك والفاظ يد المظلوم الساعه خلي عندك دم دي كائن يلا مش يعني اربطيها. اربطيها ماشي. فعادة لا وعادة والدتك بتبقى واقفة ورا العروسة وانت بتعمل كده تروح هي ايه؟ مش هقول لك يعني كده انت اللي لبستها. عادة لكن هما محترفين. البنات احتراف. ده ممكن يرموا الاسوية ويخشوا جواها. عمسيس ممكن تربط الكوليه وترميه في الهواء وتلاقيها تروح داخله جواها. وعبقره عبقره ان هم يميزوا الذهب الاصلي عن الذهب المضروب. اوعى تيجي عند بنت وتحاول تقنعها انك جايب لها حته ذهب وانت جايب حاجه مضروبه. بيلقطوا اللي جابوه بالعين المجرده يا معلم. خليني اجيب بطاريه. بالعين المجرده بيعرفوا يجيبوها. يعني اي فيميل جيب. على فكره انا لا استثني من هذا مراتي او لا حلو العود ده فالص معناه انا شايف انه ذهب فالص عرفت منين معرفش معرفش. وبيقطوا الالماس تقول لك ده الماس لا ده مضروب ويوزنوا الذهب بايديهم. والله العظيم اقسم بالله بيوزنوه بايديهم. راح ماسكه لك 40 جرام يطلع 40 بالملي. اتحداك تقول لك 40 45 تلاقيه طلع الافرج 43. ده بابا اوعى تضحك على بنت في ده فوجاتك ما تجيبش احسن. والدهب الصيني اللي طلع برضه بيفقسوه. ده سهل. ده بابرة. لكن anyway مش هتفرق معاكم ما تقلقوش ان ما حدش هيجيب لكم اصلا. لكن anyway كلينيكال بيكتشر هنضغط على نرجع بس نقول بسرعة كده. هنضغط على ثلاثة انبوبة اتفضلوا. ديسفيجيا ده الاوسالوس. تراكية هيعمل كولابس او بونكيكتسز او انفيزيما. ثراستيك ضغط كايلس. الحاجة التانية هنضغط على النيرفز. الفينك ما ينفعش. سيمباثيك وهون. صح ولا لا؟ الكاند انجل اللي هو الفيجاس هيعمل لي هوسنس اوف فويس. سبانا كود روتس هتعمل لك انتركوستال نيوالجيا وبريك نيوالجيا. هنضغط على فيسلز. الفيسلز هنضغط على الازايجس فين ده يعمل لنا بلوال ديفيوجن. هنضغط على البرانشز اوف ذا ارش اوف ذا اورتا يعمل لنا ان ايكوال بالس وان ايكوال بلاد بريشر ويونيلاتر كلوبينج. هنضغط على بتاع ده السوبير فينا كيفر. هنضغط على السوبير فينا كيفر ده يعمل لنا كونجستد نون بالسيتنج نيك بينكس يعمل لك ايديما في هذا النيك. بيشنت كانت كلوز ذا لاست باتن فيميل كانت وير هير نيكلس. هيعمل لي دايلتد مينس كروسنج بكروس المارجن. مفهوم ولا لا؟ الحاجة التانية هنضغط على بون. ايه البونز اللي بتضغط عليها؟ السنم فيرتيبري ريبس. ده السنم يعمل لك ريترو سنم تشستين. ريترو سنم تشستين. مفهوم؟ خدوا بالك في معلومة هنا للي عايز يعرفها. لاحظنا ان مش كل ميديا سبينال ماسك بتعمل ريترو سنة تشيستين. هو واحد بس. هو سكانيوس. هو بس بيعمل ريترو سنة تشيستين.
الفرس اللي هو ايه؟ عاوز كان يوسف هو اللي بيعمل ايه؟ ترسانه تشيستين مش معنى. لان طبعا ان البين اللي بيتعمل مش نتيجه للكمبريشن على السنه. مش نتيجه للكمبريشن على السنه. البين في العيال ده بيحصل نتيجه للستريتش اوف ذا وول اوف ذا اوتر. الستريتش بتاع الوول اوف ذا اوتر بيعمل اريتيشن للنيرفز اللي في الوول بتاع الاوتر. يعني عايز اقول لك ان السيرمم كومبريشن ما بيعملش ريتو السيرمم مش كانوا فاكرين زمان ان الماس بتعمل كومبريشن على السيرمم وهي اللي عامله البين. لا لو كان ده صح يبقى اي ماس المفروض تعمل لنا ريتو السيرمم مش السيرمم. لكن بيعمل لنا ريتو السيرمم مش السيرمم هو الاوتيك انيوس بس. Which means ان الميكانيزم البين مش كومبريشن على السيرمم. ده ستريتش اوف ذا وول اوف ذا اوتر. الحاجه الثانيه هنضغط على الفيرتبري وورد ده يعمل لها كولابس. تعمل كومبريشن على الفاينل كور تعمل لك بارتيشن اهو وادي البيش على حسب معايا الفاينل الريبس اعمل تشيس ايه الانفستيشن اللي بتعملوها على العيال زي ده؟ سي تي اكس راي بايبسي نفلون اندوسكوبي بونكوس رجل على الصوب السكاني رجل على الصوب عايزين عطي اول توقف فينوغرافي لينف انجيوغرافي زي ما يكون قادر تقترح تقترح حسب السيمتومز. حد معترض؟ انا معترض. لو تيومر في الاصابه هيبقى عامل ديسيجن. طب ما هيبقى ضغط على المنقص وعامل ديس مش كده ولا ايه؟ اللي معقول اعمله كده؟ لا طبعا مش منطقي. ليه هو يعني اللي مستريش بتعمل كده بالظبط. اول حاجه تعملها ام ار اي تحدد فين مكان السوني وبعدين تعمل سبيسيفيك انفستيشن. يعني ام ار اي قال لي ان السوني في الاصابه بس اعمل اندوس. قال لي ده الهاضري الكبير اعمل ايكو مفهوم ولا لا؟ قال لي ده الاوتيك انيوريزم عامل انجيوغرافي. فالانيشال انفستيجيشن هو الام ار اي. قبل اختراع الام ار اي كنا بنعمل سي تي. عشان حد مكان الماس. قبل اختراع السي تي كانوا بيعملوا ميديا ستايلوسكوب. يفتحوا فتحه في النك هنا في الحته دي. فتحه وتخش النظار. النظار ده موجود لغايه دلوقتي في كارل كلاسر عندنا في قصر عيني حديد. ماسورة حديد. قول لهم كده لو واحد كان كلاس سيرجي قول لهم عايز تشوف الميديسان سكوب. هتلاقي معايا انك تحط الطمانين فاهم على جنب كده. منظر مسخرة. تخيل الماسورة دي كانت بتخش هنا. ماسورة عشان يبص لها. اسمها ميديسان سكوب. قبل اختراع الميديسان سكوب كانوا بيعملوا اكسبلوريشن. استنطي. كان بيحكي. واضح؟ يعني أول حاجة أنت بتعمل ام ار اي. قبليها كانوا زمان بيعملوا سي تي، قبليها كانوا زمان بيعملوا ميديسان سكوب. وبعد كده بتحدد السوني فين وتعمل بقى. طلع سوني ثايرويد بنعمل راديو اكتف ايزين ابتيك. بنعمل راديو ايزين سكاننج. بنعمل ثايرويد بروفايل. طلع في الهارت تعمل ايكو. طلع سوني في الاصابع جالس تعمل اندوسكوبي باريوم. مش كده ولا ايه؟ طلعت ميديسان نودز انلارجمنت اعمل سي بي سي ليكون لوكيميا او ليمفوما. اخد بايوبسي بكلين تست ليكون الليف نود المكبره تي دي. واضح؟ طبعا التريتمنت السبيشالتي بتاعتكم. انتوا ايه السبيشالتي بتاعتكم؟ تريتمنت اوف ذا كوز. ده اللي انتوا فاكرين فيه. ماشي؟ رايح 10 دقايق؟ عشان نصلي بقى. لا اتفضل.